حظي الوفد العراقي الذي وصل إلى الولايات المتحدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستقبال وصف بالاستثنائي، حيث أغلق عدد كبير من شوارع العاصمة الأمريكية مع مرور موكب الكاظمي الذي ضم عشرات العجلات الفخمة. وقال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه باستقبال من الفئة العليا على المستوى الأمني للوفد العراقي، وسيعقد الكاظمي سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين تركز على جانب العلاقات الثنائية إضافة للملفات الأمنية والصحية والاقتصادية. فيما قرأ مراقبون هذا الاهتمام الرسمي برسالة واضحة لدعم مشروع الكاظمي لبناء الدولة واستعادة قدرتها على فرض القانون بعيدا عن خيار سلاح القوة أحادي الجانب حسب تعبيرهم.